أحبابنا متابعينا، لازلنا مستمرين معاكم للحديث عن موضوع العمالة الوافدة بين التحديات والحلول. في هذه الفقرة نرحب بضيوفنا الكرام ونعتذر لهم الأمانة على الإطالة، لكن احنا برنامجنا دائما سهرة طويلة تكون، وسعيدين أن يكون ختام المسك معاهم. بداية أرحب بالدكتورة غدير أسير وهي ناشطة سياسية. مساء الخير دكتورة غدير، حياك الله معنا. أهلا وسهلا فيك. وأيضا أرحب بالأستاذة عليا الخالد وهي باحثة في شؤون التنمية. مساء الخير أستاذة عليا، حياك الله. أهلا وسهلا فيكم ومنورينا وقواكم الله. وأعتقد أن الموضوع هذا هو حديث الساعة، وفي توجهات كثيرة في هذا الجانب سواء نيابية أو حكومية. هناك من هو معه، هناك من هو ضد، هناك من لديه أفكار متنوعة في هذا الجانب. لذلك انطلق مع حضرتكم وتعرف على وجهة نظركم وتقييمكم للوضع الحالي الآن، وخصوصا قبل قليل معنا الدكتور خليل أبو بأن النسبة اليوم تجاوزت 3 مليون وافد مقابل 1,300,000 كويتي، وأيضا البنية التحتية لا تسعى ولا تتماشى مع هذا العدد. هو سؤال مشترك، وابتدي معك دكتورة، تفضل. الله يسلمك. أولا القضية حاليا على الساحة هي قضية ساخنة جدا، ونشوف أن في تصعيد تم فيها. نعم. لأن مشكلة المقيمين في الكويت هي مشكلة قديمة. نعم. ومشكلة موجودة يعني من قبل حتى 65. فاليوم ذكر هذه القضية بهالشكل واضح أنه كان في هدف لفترة زمنية معينة. فأنا أعتقد أن تم تصعيد القضية، لأن هذه القضية موجودة أصلاً، مو قضية جديدة علينا. الهدف لمن دكتورة؟ للحكومة، للمجلس الأمة، هدف نيابي، والله هدف ممكن شعبي، يكون هدف رسالة يعني خارجية؟ لا طبعاً هي مو رسالة خارجية، أعتقد لأن كانت بداية القضية كانت من داخل الكويت. نعم. يعني إحنا اللي تم تصعيد الموضوع من قبل المسؤولين، من قبل اللي قاعد يصرحون تصريحات سياسية. نعم. فهذا اللي أنا شفته على الساحة. و الفترة الزمنية اللي تزامنت فيها مع ذكر القضية هي كانت فترة انتخابات وفترة سياسية مرت بالكويت. فأنا أعتقد أن هي قضية حالها حال، يعني في قضايا وايد ملف كباقي الملفات، يعني اللي في كل فترة انتخابية. نعم. تينا قضايا مثلا داخل السور وبرا السور، قبائل. نعم. وعوائل. فتعودنا. نعم. احنا ككويتيين على هذه اللغة اللي تخلق فيها قضية وتطرح على الساحة وتتفجر. فاليوم احنا في وضع سياسي هو نتائج للفترات السابقه، واعتقد انها هي يعني كل واحد كان في بعض الاشخاص اللي كانوا يذكرون الموضوع كان في هدف انه والله اصلاحي، والقضيه وهي مشكله موجوده وهي ليست مشكله قديمه مثل ما تفضلتي، ولكن مشكلة هناك قديمة تم تصعيدها بشكل معين لأهداف. نعم. ممكن تكون سياسية انتخابية. ممكن تكون هذا تقييمك وقراءتك الشخصية. نعم. أستاذة عالية، يعني أيضا بنفس السؤال، تقييم كل وضع الحالي من جهة نسبة العمالة أيضا الوافدة اللي موجودة ومقابلة التركيبة السكانية، وهل تتفقين مع الدكتورة بأن هذه القضية فقط هي تتماشى مع النداءات الانتخابية، وكان هناك ملف وهي فترة وستنتهي، وعلما بأن هذه القضية قديمة؟ نعم. بعيدا عن هذا وذاك، أنا اللي يهمني وطن الكويت ومستقبل الكويت، ومن هالزاوية أنظر إلى هذه القضية. القضية إذا شفت البعد التاريخي لها، من أول تعداد رسمي حصل في سول الكويت سنة 65 كانت النسبة معروفة 30-70. شو الفرق بين السنوات السابقة والسنوات الحالية؟ نسبة العمالة الوافدة تأتي إلى الكويت بسبب احتياج. السؤال الأهم اللي احنا نطرحه اليوم، هل نحن بحاجة إلى هذه الأعداد أنها تكون موجودة داخل الكويت؟ من يجاوب على السؤال السابق؟ لا، في عندك إحصائيات وفي عندك أرقام وفي عندك جهات معينة. إذا أنت نويت أنك أنت تجاوب السؤال هذا راح تلقى الإجابة، راح تلقى أكو ناس وفئات منتجة من العمالة الوافدة، وهناك أيضا شريحة أخرى منتجة وتأخذ محل الكويتي. وهنا ندش على التكويت وندش على مفهوم الإحلال. وأيضا هناك فئة أخرى وهي الغالبة، قد تكون تصل إلى الثلث، هي عمالة سائبة. فالمشكلة إذا بقيت تنظر لها لازم تشوفها اليوم، لماذا هي موجودة، ما هي أسبابها، ما الفرق بين اليوم وسنة 65 و 75،
وما أثرها علي اليوم وأثرها علي مستقبلا. هذه القراءة وهذه الأسئلة اللي لازم أنا أطرحها حتى أقدر أنظر إلى التركيبة السكانية في شكل صحيح وموضوعي. ولكن يعني كان معنا قبل قليل النائب الدكتور خليل أول، وأنه يعني بما معناه بأن لا يوجد هناك جهة معنية بالدولة ترصد هذا الأمر وتخبرنا بأن فعلا نحن بحاجة هذه الوظائف، نحن لسنا بحاجة هذه الوظائف. النائب صفاء الهاشم ذكرت بأن هناك إعلانات في الجرائد بالخارج، الكويت تطلب مهندسين ميكانيكيين، وأنا عندي بالكويت متوفرين عندي مهندسين، مو قاعد يعينونهم، قاعد يطلبون وظائف مختلفة، وأنا عندي كويتيين مو قادرين يتعينون. عندنا وظائف مثلا مدرس التاريخ اللي ذكره خريج جامعة الكويت ما يقبله وزارة التربية، في المقابل هناك مدرسي تاريخ من وافد. يعني قضايا كثيرة والأسئلة اللي حضرتك شرحتيها، يقول الناخل لا يوجد جهة بالدولة تخبرنا، لذلك نحن ساعين في تشريع إيجاد هيئة مستقلة لرصد والإجابة على هذه التساؤلات. تعليقك في هذه النقطة حتى أرجع للدكتور. نعم، الإجابة على هالشيء هذا أنا استغرب من نواب الأمة بأنهم يقولون الحديث هذا. الحكومة طرحت خطتها، وهذا دور الحكومة، خطتها في رؤية 2035 أحد أهدافها شنو هو؟ العنصر البشري، وعندها هدف مدرج فيها هو مشروع تغيير ثقافة المواطن الكويتي، نسبة الإنجاز في صفر، والتسليم المتوقع 2020. مو هذا أول عنصر؟ أنا لو كنت نائب أنا أروح حق الحكومة وأقول لها الفرد الكويتي العنصر البشري حاطته من ضمن الخطة، هذه أولى أولوياتك. تبين تحسين بيئة أعمال، تبين الطالبين في الشراكة بين القطاعين، هذا ايش تعتمد عليه؟ عنصر بشري كويتي. فإذا سكوت النائب هني وهو المراقب وهو المشرع شنو يعني؟ هل أنت فاهم دورك ولا أنت مو فاهم دورك؟ لهذا السبب أنا أنظر إلى الزاوية هذه، ما دور مجلس الأمة في تفعيل المطالبة في النظر في الأعداد الموجودة لدينا اليوم من العمالة الوافدة ونسبة الإحلال؟ لا تقول لي ما يصير، لا يصير، إذا أنت نويت تعمل ستلقى، ولكن هل النية موجودة؟ نعم، هل النية موجودة؟ واليوم تحركات نيابية كبيرة ومتنوعة في هذا الملف تحديدا، ذكرت بأن هذا الملف فترة انتخابية، اليوم هم أعضاء في مجلس الأمة وما زالوا ينادون بهذه القضية ولم يكتمل النصاب في هذه الجلسة، وقد تكون هناك يعني جلسات أخرى لتعديل التركيبة السكانية. إذن هناك توجه نيابي وآراء مختلفة متنوعة، الكل يعني يسير بهذا الاتجاه. لماذا اليوم ترون بأن لا يوجد هناك يعني حقيقة على واقع الأمر بأن يوجد توجه من قبل الطرفين لحل هذه المشكلة؟ طبعاً ليش هذا الإحساس؟ طبعا فكرة أن تعداد سكان 70% لي 30 هذه كارثة. أن أنا عندي دولة المواطنين فيها 30% والمقيمين فيها 70%، هذا فيه خلل، كارثة. هذه مو خلل اليوم، هذه كانت المفروض تدرس من زمان مو اليوم وتحل المشكلة، وترى حلها مو باكر ولا عقب باكر، مستحيل. يعني اليوم هذه تحتاج استراتيجية من الحكومة نفسها. نعم. تحتاج قوانين. هذيل 70% ما دخلوا الكويت بروحهم، دخلوا في قوانين اسمحت لهم انهم يدخلون الكويت. احنا ما عندنا اليوم قوانين تحد من وجود هذه النسبة وتقلل من هذه النسبة، او قوانين اليوم حتى القوانين معناتنا قامت تخدم الناس اللي تستقطب هذه العمالة وتي تحطها بالكويت بشكل سائب. فاحنا اليوم اعتقد فكرة التشريع شيء جدا مهم، واليوم وعي المواطن الكويتي اصبح عالي. يعني اليوم انا وعي ادري ان في عندي كارثة، وفعلا انا اليوم عدم توظيف ابنائي ككويتيين ليس لوجود وافد بالبلد بس، هو ممكن جزء منه. نعم. بس هذا في خلل قاعد يصير في الجهاز نفسه. هل ترين ان هناك فعلا مصداقية في حل هذا الملف من قبل الطرفين النيابي والحكومي حالياً اليوم؟ نعم. بعد تصعيد. نعم. طبعاً في توجهات من الحكومة أنها تبي تحل، وكذلك من البرلمان الكويتي في فكرة أن تشكيل تشكيل جلسة ولم يحضر لها يعني كان غير مكتمل النصاب. نعم. يعني نعم. هذه بروحها أصلاً مشكلة. نعم. فاليوم هل في قانون ينص على أن لازم النائب يحضر الجلسة؟ هل في مخالفة تقع عليه؟ هل في خصم يقع عليه؟ ما قمنا نشوف في قوانين أصلاً تلزمني أنا في اتباع القانون اللي يطور بلد.
يعني أنا ما أتكلم بس عن قضية الوافدين أو المقيمين. إحنا اليوم حلقتنا على هذه القضية والتركيبة السكانية، بس هو الخلل موجود واصل لهذه القضية، يعني الخلل موجود بيننا. لكن ترين هناك في جهد مبذول من قبل المجلس؟ في نية. في نية. إلى الآن ما شفنا أن في جهد مبذول بشكل كبير، ولا راح تنحل القضية. يعني إحنا قضية عمرها 40-50 سنة، ما راح تحل في يوم وليلة، تحتاج استراتيجية. بالضبط. أستاذة عالية، يعني من المتسبب في زيادة نسبة الوافد اليوم من وجهة نظرك؟ بشكل عام بإجابة عامة أقدر أقول لك أنه هو سوء إدارة، سوء إدارة من قبل الحكومة، والتسيب، هناك تسيب عالي في هذا العمل. يعني إذا بقيت أشخص أكثر، أنا أقدر أقول لك في عندنا تجارة اللي هي اسمها تجارة إقامات، احنا عندنا سوق سودة داخل الكويت، وهذه المصيبة الأكبر. تجارة الإقامات من كثر ما صارت مرسخة عندنا أصبح لدينا سوق سودة نتداول فيها العمالة الوافدة، وهذا مشين في حق الكويت ومشين في حق سمعة الدولة اللي هي تعتبر بلد الإنسانية. لماذا يقبل الوافد على نفسه بأن يكون سلعة؟ للأسف هي تكون الحاجة. لما أنا يجيني شنو هو المستوى ماله هذا العامل؟ لما يكون هو بسيط، أي بديرته أكو سماسرة موجودين بديرته ويقول له بيع اللي هو عندك، سواء كانت حيوانات ولا سواء مزرعة كانت أو مجرد أنه يقول لما أتي الكويت راح تحصل لك فرصة عمل، راح أي هذا الواقع، هذا اللي قاعد تسويه الكويت، عفوا هذا اللي يسوونه تجار الإقامات في الاسترزاق على ظهور هالوافدين. من المسؤول عن تاجر الإقامة؟ لماذا لا يحاسب تاجر الإقامة؟ سمعت تاجر الإقامة انسجن؟ أنا هذا السؤال يطرحك المرة، ولا راح تسمع أنه أخوة مسجون، لأن لا نمتلك قانون يجرم تجارة الإقامات. إذا ما نظرت إلى وزارة الشؤون تعتمد على أي قانون؟ تعتمد على المادة 3 من قانون العمل لسنة 64، لا يوجد، وتعتبر جنحة ولا تعتبر جناية. وقت ما سأل الوزيرة هند الصبيح قالوا لها نشر الأسماء، تقول ما أقدر، ما تروح النيابة العامة. لا ترتقي هذه الجريمة لأن تذهب إلى النيابة العامة. إذا تطلبين تشريع بهذا الجانب؟ نعم، أنا أحتاج أولا أن يقر فيها قانونا بأن هي جريمة. اثنين، تشرع لها قانون لتاجر الإقامة. نعم، لتاجر، وتكون جناية وليست جنحة. من بعدها يعني لهذا السبب أنا أرجع وأقول ما دور مجلس الأمة؟ يعقل قضية بهذا العمر؟ ما حد انتبه للشيء هذا. وزيرة تقول أنا استخدم المادة 3، والمادة 3 جدا بسيطة، تقول يخالف. نعم، إذا ترين بأن الوزيرة كأنها تنبه يا جماعة أعطوني صلاحيات أكبر. نعم، عطوني عندها تصريح نبهني أنا شخصيا، أنا عرفت المعلومة من خلال تصريح الوزيرة، ووقت ما بحث من بعد هالتصريح هذا اكتشفت أنه لا يوجد قانون. البعض، حتى أنا أوضح لك النقطة، البعض يقول عندنا قانون 91/2013 الاتجار في البشر. هذا القانون يخص التهريب عبر الحدود وليس السوق السوداء داخل البلاد. نعم. الجماعة يدخلون في صفة رسمية، عنده فيزا داخل الكويت، فهذا القانون لا ينطبق عليه. نعم. بهذه القضية تحديدا، هل ترين أن هناك فعلا فساد أخلاقي عندنا في هذه القضية تحديدا من قبل بعض الكويتيين اللي يمارسون هذا العمل وهي التجارة، وفعلا نحتاج إلى تشديد العقوبة وتشريعات في هذا الموضوع مثل ما تفضلت أستاذ علي؟ طبيعي، هذا أول يعني أول حل للخلل هو وجود تشريع لتجريم هذه المسألة اللي هي تجار الإقامات. كلنا يعني القضية اليوم واضحة، أن اليوم أي شخص ممكن يجيب أي عامل يفتح شركة ويبع عمال ويحطهم على شركة ويبيع الإقامة ويظلون هم عمالة سائبة. ما عندنا تجريم القانون، كذلك يجب تشريع قانون الهجرة، الإميجريشن. يعني في أي دولة في العالم اليوم تبي تقدم على فيزا، أنت اليوم معلوماتك موجودة عند الدولة، مو شخص يدعيني ويجيب لي على إقامته هو وعلى شركته، لا، الدولة هي تسمح في دخول هذا الشخص أو لا. نظام الفيز في الدول المتطورة، يعني اليوم أي إنسان بيدخل، يعني تبين الدولة لازم تعرف شنو احتياجاتها، احتياج كل شركة، احتياج كل صالون، احتياج كل بقالة، احتياج كل، يعني تقدر الدولة توفر هالمعلومات عندها؟ لازم يتم جهاز الإحصاء،
لازم يكون في عندي جهة بحث أبحاث. أنا اليوم أحتاج أسوي ريسيرش 3 سنوات لسنتين عشان أعرف حاجة السوق. احنا عندنا هالامكانيات استاذ علي، عندنا امكانيات. احنا اليوم دوله الكويت عندها الامكانيه انها تقيم وتحدد كل مكان واحتياجه والمشاريع القادمه والمشاريع المستقبليه، حتى اني استطيع اني اطبق ما تفضلت فيه الدكتوره بانه ما يصير راشد والله هو يصير تحت يعني تحت سيطرتي. لا يبا، في دوله موجوده هي اللي تطلب وتوفره في المكان. تقدر الدوله تسوي هالشيء؟ اليوم عندنا الاساس. احنا عندنا حاليا في وزاره الشؤون ما يسمى في تقدير الاحتياج، صح؟ هذا موجود عندنا. طيب شاب كويتي يبي يفتح له عمل، يروح يبي يفتح الملف في وزارة الشؤون، يقولوا له روح حق تقدير الاحتياج، يحتاج 15 عامل. نعم. يعطونه 3. ليش؟ يبون يعالجون خلل التركيبة السكانية من خلال هالشاب هذا ويسكرون عليه، وهذا يضطر انه ياخذ العمالة الهامشية اللي موجودة ويقولوا له روح اخذ من داخل السوق، فالانتاج ونوع الجودة ينخفض. شوف التسلسل والدائرة اللي احنا دخلنا فيها بسبب عدم النظر الصحيح في مكان من الخلل أين تكون. نعم الدولة تستطيع تقدير الاحتياج الصحيح سواء في القطاع الخاص أو في القطاع الحكومي. أنا لما يكون أنا في عندي أرجع وأقول الخطة ل2035 ويكون عندي مجلس أعلى للتخطيط، هذا جوهر عمله بأن يقوم بهذا العمل. لما أنا يقول أنا عندي مشاريع الشراكة ويحطها داخل خطة، من وين جاب الأرقام هذا؟ مو غير أنه هو مسوي دراسة؟ هذا المنطق يقول كذي. لكن واقع الحال ترينا بأن حديث على الورق فقط. واقع الحال أنا لا أتهم أحد، ولكن واقع الحال يقول هناك فوضى وهناك تسيب إداري، وما نحن فيه اليوم هو نتيجة لتسيب إداري ظل لعقود منصرمة. إذن لن نرى كويت 2035 بالمنظور اللي احنا نقرأ على أرض الواقع، في مقابل هذا التسيب الإداري اللي قاعد تقولينه. سنرى كويت 2035 إذا أفراد الشعب الكويتي وعوا قضاياهم وعرفوا الكويت شنو مقدمة عليه، ولما يعرفون قضية حساسة مثل التركيبة السكانية لا تعني الوافد فقط ولكنها تتجاوز مفهوم الوافد. إذا حضرتك في ظل الكلام اللي قلتيه قبل شوي عشان باخذ انا الفاصل، قلتي بأن واقع الحال اليوم في ظل التسيب الإداري يختلف عن كويت 2035 اللي هو المنشود في هذه الخطط. اليوم واقع الحال يتماشى مع هذه الخطة كويت 2035؟ لا، حاليا لا ما يتماشى. دكتورة ليش تحاربون الناس في أرزاقهم؟ ليش ما تحاربون الوافدين في أرزاقهم؟ ليش تبون تقللون عدد الوافدين؟ اليوم الوافد قاعد يزور الكويت هني يقول أنا ما جيت من كيفي مخلي أهلي وبيتي وعيالي، أنا جيت لأعمل هنا وهذا رزقتي مكتوبة لي. أنتوا اليوم شنو قاعد تحاربون فيه بالضبط؟ وأنا قاعد أنتج في هذا البلد. رد حضرتك وأيضا مداخلتك في هذا الموضوع ولكن بعد هذا الفاصل. دكتورة غدير، طرحنا هذا الموضوع قبل قليل وهذا السؤال بأن هناك لسان حال الوافد يقول لماذا اليوم الكويتي و النائب الكويتي وهذه القضية تحديدا يحاربون في قطع عيشي، هذه رزقتي، أنا ما خليت بيتي، ما خليت عيالي، ما خليت دولتي، لأن أنا جاي أشتغل في هذا البلد وهذا رزقة مكتوبة لي. اليوم أنتوا ليش قاعد تحاولون أنكم أنتوا تمنعون هذه الرزقة عني؟ يعني أنا مو جاي قاعد وحاط إيدي على خدي. طبعا ما حد في الكويت يعني وده أن يقطع هذه الرزقة، بالعكس الكويت بلد إنساني من السابق، وأهل الكويت أهل خير، والناس في الكويت متعودة على التنوع في الثقافات، وأساسا أصول الكويتيين تأسست من تنوع بثقافات، فإحنا ناس مفتوحين على العالم، مو بالعكس أبدا، ولا نسمح أن يتشرع اليوم قانون ينادي بعنصرية معينة. لا، إحنا مو مع تشريع القوانين العنصرية، إحنا مع تشريع القوانين العالمية اللي تطور البلد اللي موجودة أصلا وتم عليها، يعني كانت موجودة تحت تجارب معينة. يعني أنا ما يجي اليوم أحط قانون يخلفني لي وراء، الناس ماشية قدام أنا ما أرجع لي وراء. فأنا مع فكرة أن بالعكس البلد بلدهم والمكان مكانهم، ولكن اليوم في أي وطن بأي بلد الأولوية لأصحاب هذا البلد. يعني اليوم أنا أعين عيالي وبعدين شنو احتياجي من سوق العمل؟ أطلب، بالعكس أطلب مستشارين، أطلب ناس بس برواتب معقولة، مو اللي تستفز المواطن الكويتي. يعني اليوم حتى الأسلوب الاستفزازي أنا ضده، الأسلوب العدائي هذا احنا ضده، وأساسا ما حد قاعد ينادي فيه. يعني اليوم حتى يعني الدولة تعادي مواطنينها؟ لا، أقصد الأسلوب العدائي ضد المقيم احنا ضده. نعم.
يعني احنا لكن اقصد الرواتب حضرتك اشرتيها قبل قليل، يعني الدوله تعطي الوافد راتب افضل من طبعا هذا ابن البلد. طبعا هذا شيء استفزازي، يعني الا اذا تحارب كان ابن البلد الدوله وفقا لمؤهله، اذا كان فعلا مؤهله الدراسي او مؤهله الاكاديمي، هذا شيء انا احتاجه ويحتاجه والسوق العالميه هو هذا الراتب. اللي حاصل دكتوره، خلينا نتكلم بشفافيه، اللي حاصل هل هناك وافدين في الدوله يعملون رواتب اعلى من راتب المواطن الكويتي اللي متوفر تخصصه؟ طبعا هذا موجود وكلنا نغضب له وما يرضي ولا احد، لا ولد البلد ولا المقيم. ليش تسوي الدوله كذي؟ الدوله هنا كويتيه، ما هي بالاخير هي يعني. تنفيع، احنا عارفين تنفيع. باي دوله احنا قاعدين سياسه يعني. الدوله تنفيع يعني. سياسه الدوله تنفيع بهذا السؤال، سياسه الدوله تنفيع، شو اللي يضمن لي انه ما يكون في المستقبل مع وجود هذه الحلول الجذريه لحل هذه التركيبه السكانيه ان ما تكون هناك سياسه التنفيع لارضاء بعض الدول الموجوده؟ تعليقك استاذ علي. سياسة التنفيع لإرضاء بعض الدول اللي هي موجودة، فأنت دخلت أن السياسة الداخلية متشابكة مع السياسة الخارجية، وهذا واقع حال كثير من الدول في العالم. السياسة الداخلية لأي دولة تتأثر في السياسة الخارجية، ولكن السؤال اللي يطرح نفسه بعد سؤالك اللي طرحته، ما هي أولويات هذه الدولة؟ ما هي أولويات حكومة الكويت عندما تقرر هذا القرار إذا هي قررته؟ هل هي أولوياتها أن هي تبدي السياسات الخارجية على مصلحة الشعب، على مصلحة البلاد؟ إن كان هذا اللي هو حاصل فهناك خلل، فإذا ما دور مجلس الأمة اللي هي الجهة الرقابية لتعديل الوضع هذا؟ واقع الحال ألا يستشعرك بهذا الأمر؟ واقع الحال أرجع وأقول إحنا لا نستطيع من بعد يعني هذا التسيب والفساد اللي حصل على مضى عقود منصرمة أروح وأقول هذا السبب بروحه، هي مجموعة من النتائج ظهرت اليوم اللي حاصل من سياسات التنفيع، هي نتائج لفساد وسوء إدارة سابقة. إذا 3 مليون مقابل 1,300,000. نعم. يقول لك أنا هني 3 مليون مو قاعد بيتنا، قاعد نشتغل. نعم. ألا ترين بين هذه محاربة في الأرزاق في هذا الموضوع؟ 3 مليون مو كلهم يشتغلون، في هناك 1,100,000 منهم عمالة سائبة، ومن المتبقي منهم هناك الذي يعمل بحدود 2,000,000 تقريبا. لما أنت تجمع الأرقام هذه كلها على بعضها لازم تعمل لك فلتر على حسب الاحتياج. أنا أول نقطة قلتها وجود الوافد داخل الكويت هو بسبب الاحتياج، أنا ما جبت اللي أنا محتاجته، أما تاجر الإقامات لما يجيبه هو محتاج لجيبه. فأنا هني دور الحكومة ودور مجلس الأمة بأنه هو يعيد التوازن هذا، أي وافد فوق احتياجي ليش أخليه عندي؟ راح يسبب لي عبء زائد عليه. نعم. دكتورة غدير، في هذه النقطة تحديدا اليوم ذكرت الأستاذ علي قبل قليل هناك سوق سوداء موجودة للتجار في البشر، والاثنين هذا وفق حاجته هو متواجد هنا، وهناك فاسد وهو تاجر هذه الإقامة. اليوم من الأقوى اليوم؟ الدولة بوزارة الداخلية عفوا والبلدية والشؤون ودولة متكاملة الأركان متواجدة لحل أي قضية موجودة في هذا الموضوع، عندها الطيران، عندها الترحيل، عندها هذا القضية كله، معقولة مي قادرة تقابل هذا التاجر، تاجر الإقامة وهذا السوق السوداء سيطر عليه؟ يعقل هالكلام؟ طبعا هذا يعني واضح أن المشكلة هذه في ضغوط بلا شك، على ممكن يكون على الحكومة، على الجهاز، في خلل، واضح الخلل وكلنا ندري وينه. اليوم وجود السوق السوداء في مجمعات قاعد تبيع بشر، مجمعات تدخل حولي وتدخل الفروانية وتدخل تشوف أبيعها وأشتري، حتى اللغة المستخدمة يعني اليوم حتى نشوف إن التضمين نظام البزنس في الكويت، إن أنا اليوم أقدر أفتح شركة وأضمنها، هل كان في رقابة على هذه المحلات أو المشاريع في أن فعلا الكويتي موجود فيها على رأس العمل؟ يفترض في وزارات بالدولة قائمة بالتفتيش في 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 اليوم في تفتيش. إحنا نشوف إن في الدولة في تطبيق للقانون ولكن جزئي، يعني اليوم انا اطلب الموظفين مو كويتيين، مو هم المستائين من هذا العدد، يقولوا هذا الوافد واخذ وظيفتي، مو هو موظف هنا بالتجاره الرقابه والتفتيش وبالبلديه هو موظف بالاخير، وهو الكويتي نفس اللي يعني مو معقول الوزير يبي ينزل كل مكان بالديره، في موظفين كويتيين موجودين مو قاعد يقومون بدورهم؟ هنا قالت في خلل اداري في البلد، الخلل الاداري والخلل في المواطن نفسه، المواطن اللي قاعد يبيع واللي قاعد يشتري في البشر واللي قاعد يحط عليه عماله ياخذ فيها 1000 دينار للسنه وتجديد الإقامة، كلنا نعرف شنو يعني بيع إقامة وتجديد إقامة أصلاً، في حتى بالأبليكيشن اليوم يوصلك على تليفونك
بيع إقامة وتجديد إقامة واضح يعني من مسؤوليته دكتورة؟ مسؤولية الدولة الدولة الحكومة، قاعدة تتحرك؟ وزارة الداخلية، شوفينها قاعدة التجارة، تتحركون؟ البلدية، سيستم كامل اليوم، مو مسؤولية فرد. يعني أنت قاعد تتكلم عن دولة، ما أتكلم أنا عن بيت ترى، ولا أتكلم عن شارع، أتكلم عن دولة جهاز. هذه الدولة لازم يكون لها رسم خطة استراتيجية، ناس مفكرين، وعندنا ناس 2035 وعندنا 2020 وفي خطط خمسية وفي خطط خمسينية وفي يعني خطط، احنا سمعنا بعد عن التنمية وغيره وغيره وغيره، أموال ترصد للتنمية. اليوم أنت تحتاج إعادة ثقة عشان أنا أثق في الجهاز الحكومي، أحتاج أشوف على أرض البعض الواقع. يراك بأنك متشائمة دكتورة، ما بالعكس عندك بالعكس، أنا واقعية، أنا قاعد أتكلم عن الواقع. هذا الواقع، يعني اليوم أنت تبي تتكلم عن أحلام وردية نتكلم فيها، لكن بس واقع هل الحال اللي قاعد يعني تفضلي اليوم فيه. كل كويتي يطلع برا يتحسر على الوضع؟ ليش؟ لأن في خلل قاعد يصير عندي. نعم أستاذة عالية، أيضا هناك من يدعي أو هناك من يقول بأن المواطن الكويتي غير منتج، لذلك ترى هذه العمالة الوافدة الموجودة، ترى التضمين في بعض المحلات اللي تفضلت فيها الدكتورة، أنا أفتح لي مكتب فلاني أيا كان سمي ما شئتي وأضمن هذا المبلغ، والكويتي قاعد بيته ويقبضها الألف والألف وخمسمية، إن صح هذا الكلام يعني في هذا الموضوع. نعم. تعليقك على هذا الأمر بأن المواطن الكويتي غير منتج، من يدعي هذا الأمر؟ لا أتفق بسبب أن أنا أرفض التعميم. لا أستطيع أن أقول بأن الفرد الكويتي غير منتج، وإن كان هناك فئة، وإن كان هناك فئة غير منتجة لا تعني تعميمها على كل الكويتيين. هناك شباب كويتي رائع وجميل يعمل، وشفنا نوع الشباب هذا ومعدن الشباب هذا فترة غزو الكويت شلون اشتغلوا وشالوا الكويت على راسهم. ترى نفس هالنوعية وهذا المعدن موجود، اكو مشاريع داخل الكويت تشوفها شباب هم اللي قايمين فيها وما ياخذون الوافد، وهم اللي يقومون على كل اعمالها. حتى نقومنا نشوف الحين قرصونية، التفاصيل الدقيقة هو اللي يسويها. نعم هو اللي يسويها. نعم. اضيف هو لك اللي بالشمس، هو اللي بكل نعم، نعم. هذا الشاب الكويتي. فلما يقولون لي العنصر البشري في رؤية 2035 أنا حط أموالي فيها وأستثمر فيها كأول هدف أنا أقوم فيه، ومنه راح تصير نهضة الكويت. غير ذلك لا تقول لي شارع، لا تقول لي جسر، لا 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 لا، لكن الشاب الكويتي هو البداية. أعطيك مثال، أنا هذا الخبر كالشعر ينبي وقت ما أنا قريته. ينادون في منطقة معينة فيها شوارع أحفر خطرة، ينادون الأشغال، ينادون ما يتهم الأشغال، ما لبت، قام شباب كويتي صحيح وسكرها وردمها. هذه أنا لو أكون عضو مجلس أمة أو لما أنا أكون مسؤول داخل حكومة، هذه عبرة جميلة، هذا أنا الدرس. هالشباب هذولا أعطوني أنا كمسؤول درس إن شنو هو الشاب الكويتي. وصل الدرس تعتقدين؟ يوصل الدرس؟ ما يوصل الدرس لأنه ما هي من أولوياتهم. إحنا لما إحنا لما أنت تقول هل هو الخلل الداخلية، هل هو الخلل الشؤون، هل هو الخلل البلدية، هل هو المواطن؟ أرجع وأقول أنت لا تستطيع أن تشير في صبع الاتهام على جهة معينة. كيف الحل إذن يا أستاذة علي؟ شلون نحل إذا أنا ما أعرف وين الخلل؟ شلون أضع الحل؟ الحل نعم أنا اللي أشوفه من وجهة نظري أنا لما أنا يكون في عندي هالشباب الواعي، ولما يطلع هو ويطالب ويقول أنا أبي هذه الأعمال وأنا أبي هذه البيئة. أعطيك مثال آخر، رحت إلى محل شاب كويتي، شباب كويتيين هم اللي قايمين عليه، كل شيء عندهم عجيب، يطمح إلى أمر شنو؟ إعادة تدوير المياه اللي قاعد يستخدمها، لأنه يدري بأن الكويت عنده شح مياه مستقبلا. فكان عنده مشروع بسيط ان المحال اللي حوله في نفس المنطقة مالتهم يتشاركون، اكو مصبغة واكو مطعم واكو نعم. ان يبون يقدمون على البلدية بحيث انه يسوي لهم مثل مكان يحطون فيه الماكينة حق اعادة تدوير المياه. لما تصير هالمطالبة هذه في هذا الوعي، هذه خطوة الى الامام. احنا مشكلتنا قاعدين شنو؟ قاعدين ننتظر الحكومة وتعطينا، ننطر مجلس الأمة أي ويكون الفارس المغوار وحلنا مشاكلنا. ما وضعت وزارة الشباب لهذه الأفكار الشبابية؟ موجودة وزارة الشباب، موجود صندوق دعم المشاريع الصغيرة،
الصناديق المليارية موجود يعني الدولة تتحرك للشباب يعني. نعم الدولة تتحرك من قبل أجهزة حكومية تغلبها البيروقراطية، غير لما يكون أنا عندي مشروع ملموس بعينه ويكون عبرة إلى الآخرين، بحيث أن هذا النظام اللي احنا نبيه يصير. أنا مشكلتي لما أنا أقول عندي سوء إدارة، عندي بيروقراطية وعندي فوضى في الأولويات اللي موجودة عندي داخل وزاراتي. أنا لما يكون عندي معاملة أدخل وزارة أتوه أتوه، ليش؟ مو ليش أنهم ما يبون يساعدوني، لأن النظام في كبره متهالك وسيء. فإذا أنا أنتظرهم هم في هذا النظام يجون يحلون مشاكلي؟ هل هذا المطلب واقعي؟ أنا أسعى لحل هذه المشاكل. نعم أنا أسعى لحل هذه المشاكل. إلى هذه المشاكل. في أحد يسمع أستاذة عالية؟ طالب فيها مثل ما عرف أنه يردم حفرة بالشارع هالشباب هذيل ويحلوا مشاكلهم. نعم. كبر الفكرة أكثر، خلي يكون فيه. أنا عندي 60% من الشعب الكويتي أو من التعداد السكاني الكويتي هم شباب. فئة الشباب. نعم. ليش ما أنا أبدي أستغلها؟ جماعات الضغط هناك، في جمعيات النفع العام، ليش تركيزنا فقط على حكومة وعلى مجلس أمة؟ تدري ليش؟ لأن تعلمنا على مضي عقود على الريعية، تعلمنا الشيء يينا، ما تعلمنا احنا نقوم نطالب بشيء. أعطيك مثال آخر، الكويت أول ما قامت شلون قامت الكويت؟ ما ياها شيء، ما كانوا قاعدين داخل بيوتهم، هم اللي قاموا فكروا اجتمعوا قرروا سووا بنوا. طيب بعدها صار في عندنا بترول، صار في فلوس، صار ان احنا نعطيكم احنا ندللكم، صار في الترف. اذا القضاء على البيروقراطيه دكتوره غدير، هل في ممكن نحل احنا هذه المشكله، وتحديدا ان الكويت يفترض انها مقبله على مركز مالي واقتصادي، مركز تجاري، مركز الحكومه، مول الشباك الواحد، المستثمر الاجنبي يستثمر بهذا البلد، هل احنا اليوم مستعدين لهذا الامر؟ هل احنا عندنا القدره الكافيه والوافيه؟ اليوم الشباب ممكنين ام غير ممكنين اللي هم 60%؟ طبعا الشباب هو قاعد نشوف ابداعاته على ارض الواقع، ونفس الشاب الكويتي الدليل على هذا انه لما يسافر ويطلع برا البلد يشتغل كل شيء. نعم. ويسوي كل شيء ويصير مو اتكالي. صحيح. اذا في عندي خلل داخل الدوله، هو اللي قاعد يسوي اتكالي، وهو اللي يسوي محبط، وهو اللي يسوي فاقد الامل. ولكن في أقليات في دولة الكويت هي تقاوم هذا الفساد وتحاول أنها تعيد مرة ثانية الحياة في الأنظمة، في النماذج الموجودة، في الجهات الموجودة، فتصارع لأجل البقاء. هل الدولة اليوم تمكن الشاب الكويتي؟ المشاريع موجودة والرؤية موجودة، بس هل قاعد نشوفها على أرض الواقع؟ لا، أو مو بالمستوى اللي أنا اللي الشاب قاعد يطمح له. يعني اليوم حتى نفس ما تفضلت المشروعات الصغيرة والرؤية الموجودة، كلنا صح النية موجودة، بس في واقع ما قاعد نشوفه مو ملموس. سمعنا على المترو، شفنا المترو ما شفنا المترو. سمعنا إن شاء الله عمره نشوفه إن شاء الله يا رب، بس يعني ما أدري متى، بس إن شاء الله يعني اليوم حتى نبي نتكلم بالواقع. طيب ختاما دكتورة، ما هي رسالتك أيضا في هذه القضية اللي تحدثنا عنها اليوم، وهي قضية التركيبة السكانية، وهل فعلا في حلول جذرية ترونها يعني بالأفق لهذه القضية، أم هي فقاعة مثل ما تفضلتي حضرتك ختاما وفي هذا؟ طبعا القضية هي قضية أو بالبداية هي إنسانية، يعني أنا اليوم خلنا ننظر لها من منظور إنساني اجتماعي. إحنا الكويت ما نبي نوجه أي عنصرية لأي فئة، بالعكس إحنا شعب متسامح في كل بيوتنا، حتى اللي قاعد يطلع ويصرح ترى في بيته ومحتك في ناس مقيمين وما يستغنى عن هذين المقيمين. ولكن أتكلم عن آلية ورؤية واستراتيجية حل مشكلة. اليوم عندي أنا وضع أمني خطر في المنطقة، أني أنا أدخل هذا الكم الهائل، وفي وظائف في أي دولة في العالم ما يصير أصلا تدخل في أي وظيفة، في بعض الوظائف لازم يكون مواطن، وأنا للحين ما عندي هذا الشرط. نعم. فأنا اليوم أتكلم عن رؤية جديدة واستراتيجية وخطة وواقع، ويعني مو بس نية، نبي تطبيق. نعم. نبي نشوف التطبيق على أرض الواقع. نعم أستاذة عليا، أيضا في هذه القضية ختاما ماذا تقولين، ورسالتك أيضا حول هذه القضية التركيبة السكانية، وهل فعلا هناك حلول يسعى لها الطرفين، سواء من الجانب التشريعي أو من الجانب التنفيذي، أم ترين هي فقاعة فقط مثل ما تفضل الدكتورة غدير لمآرب أو مقاصد أخرى؟ التركيبة السكانية ليست بفقاعة، التركيبة السكانية مشكلة، إذا ما حليناها اليوم راح تصير أكبر
أشد وطأة مستقبلا. إذا بقينا نحلها علينا بأن نحن نستخدم التشريعات أولا، وعلينا أن نطالب أيضا في صحة تنفيذ هذه التشريعات والقوانين الموجودة، فهي ليست مسؤولية الحكومة مع المجلس فقط، ولكن أيضا مسؤولية الشعب بأنه هو يطالب في المطالبة الصحيحة في القضاء عليها. أيضا على الشعب أن يبدأ، المواطنين يبدأون يعملون، يعني مثلا من أنا قلت لك الشباب لما يفتحون محالهم وأنهم يعتمدون على نفسهم أهما، نعم هذه بداية التصحيح، هذه بذرة التصحيح والتوجه الصحيح. نعم أستاذة عالية الخالد باحث في شؤون التنمية، شكرا جزيلا لك لقبول هذه الدعوة. شكراً. والشكر موصول لك الدكتورة غدير أسيري ناشطة سياسية، شكرا جزيلا لك. شكرا. كل الشكر لضيوفي الكرام، وكان هذا هو حوارنا وهذا هو لقاءنا وهذا هو موضوعنا اللي طرحناه. هناك من يقبل، هناك من يرفض، ولكن في النهاية في هذا الأرض، في هذا الوطن، في هذا الكويت، كويت السلام، حمامة السلام، كويت الإنسانية، قائد الإنسانية، ربان هذه السفينة، الكل يتفق بأن أنتوا بيوتنا هي بيوتكم، لكن هناك قضية أساسية مصيرية لهذا البلد يجب أن تحل، متعلقة بالاقتصاد، متعلقة بالأمن، متعلقة بالاستثمار لمصلحة الطرفين. تصبحون على أمن وأمان. صاحب الأبدان، كنت معكم راشد حسن، إلى اللقاء.